السلام عليكم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل في محاضرات المجتمع الدولي، واليوم نحن في المحاضرة الثالثة، وعليه نواصل دائما في المحور الثاني المتعلق بالتطور التاريخي للمجتمع الدولي. إذا كنا قد تطرقنا في المحاضرة السابقة إلى التطور التاريخي للمجتمع الدولي في العصور القديمة، ونواصل الآن في وضعية المجتمع الدولي خلال العصر الوسيط. إذا نقول بأنه يتفق أغلب المؤرخين على أن العصر الوسيط يبدأ من تاريخ سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية سنة 476 ميلادي، وينتهي بسقوط الإمبراطورية الشرقية سنة 1453 ميلادي. وعليه نشير هنا إلى أنه قد بقيت الإمبراطورية الرومانية موحدة إلى غاية أن قام الإمبراطور ثيودوس بتقسيمها عام 395 بين ولديه إلى روما الغربية وروما الشرقية، ويبدأ هذا العصر من تاريخ سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية عام 476، ويستمر إلى غاية سقوط القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية عام 1453 على يد محمد الفاتح في الدولة العثمانية. وعليه إذا تكلمنا بتاريخ القرون، نقول بأنه تمتد بفترة العصور الوسطى من القرن الخامس ميلادي إلى القرن الخامس عشر، وأهم ما يميز هذا العصر هو وجود مجتمعين شكلا نقطة هامة في واقع العلاقات الدولية، وهما المجتمع الإسلامي والمجتمع الأوروبي. وطبعا نبدأ بالمجتمع الأوروبي بالنظر إلى الأسبقية في الوجود. إذا فيما يتعلق بالمجتمع الأوروبي، نقول أنه بعد أن تم التقسيم الذي طرأ على الإمبراطورية الرومانية سنة 395 ميلادي، لم تلبث روما طويلا حتى انهارت على يد القبائل الجرمانية سنة 476. وعلى أنقاض هذه الإمبراطورية المنهارة قامت عدة مماليك وإمارات تتصارع فيما بينها، ويغلب على علاقاتها طابع العداء والحرب المتواصل. وبقي الأمر على هذه الحالة من الفوضى السياسية إلى غاية سنة 800 ميلادية، عندما تمكن الإمبراطور شارلمان الذي عينه البابا في تلك الفترة من توحيد تلك الوحدات السياسية تحت إطار الإمبراطورية الجرمانية المقدسة. لكن هذا الوضع لم يبقى كما حاله، يعني بمجرد وفاة الإمبراطور شارلمان سنة 843 ميلادية، انقسمت الإمبراطورية الجرمانية إلى عدد من المماليك والإمارات الإقطاعية، وعمت الفوضى من جديد. وإن الثابت في خضوع جميع هؤلاء الحكام لسلطة عليا هي سلطة البابا وسلطة الإمبراطور، حال دون وجود علاقات دولية بالمعنى الدقيق في تلك الفترة، وإنما تميزت كمجرد علاقات داخلية تشبه العلاقات بين الدويلات داخل الدول الفيدرالية مثلا. وعليه نشير إلى أن هذه المرحلة قد تميزت بعدة خصائص نجملها في النقاط الآتية: هي ظهور الفوضى السياسية، ويظهر ذلك من خلال انهيار الحضارة الرومانية وانقسامها على يد الحضارة الجرمانية، ومن ثم وجود عدة مماليك وإمارات في أوروبا التي كانت تعيش حالة حرب وصراع مستمر بينها.
إلى غاية أن قام البابا بتعيين الإمبراطور شارلمان الذي نجح في توحيد هذه الوحدات السياسية لفترة زمنية قصيرة، لأنه بمجرد وفاته سنة 843 عاد الفوضى والفساد من جديد. الميزة الثانية للمجتمع الأوروبي خلال هذه الفترة هو ظهور النظام الإقطاعي، هو ظهور النظام الإقطاعي، وهو نظام يقوم على انفراد الأمير أو الحاكم بكل مظاهر السلطة داخل إقليم معين أو محدد، وعليه يقوم نظام الإقطاع من الناحية الاقتصادية على الاعتماد طبعا على الطابع الزراعي، ويسود فيه نظام رق الأراضي ويرتبط بها رقيق الأراضي، وهم من يوجدون طبعا في أسفل السلم الإقطاعي، وعليه فإنهم يتوارثون فيه خدمة الأرض وسيدهم كذلك أبا عن جد. وعليه نشير إلى أنه في هذه الفترة ما بين القرن التاسع والقرن الخامس عشر قد عرفت القارة الأوروبية صراعا بين الدولة في مواجهة أمراء الإقطاع، والذي انتهى طبعا بغلبة الدولة وزوال النظام الإقطاعي. كذلك هذه المرحلة تميزت بتسلط الكنيسة على الدولة، وذلك لانتشار الدين المسيحي بين الدول الأوروبية، إضافة إلى أن علاقاتها كانت تقوم على أساس أن الحق هو للأقوى. كذلك ظهور أو حدوث صراع بين البابا والإمبراطور، حيث اتسم كذلك العصر الوسيط بالصراع الحاد بين البابا والإمبراطور حول من سوف يستأثر بالسلطة الزمنية في نطاق الإمبراطورية، وحاول كل طرف تأكيد أحقيته بذلك. فالبابا استند إلى نظرية السيفين، والتي مفادها أن الله خلق سيفين، سيف يمثل الروح وسيف آخر يمثل الجسد، فتمنح سيف الروح للبابا يعني على حسب اعتقاده، وسيف الجسد يمنح للإمبراطور. وما دامت الروح تسمو على الجسد فإن البابا يسمو على الإمبراطور. أما الإمبراطور فقد استند إلى نظرية الحق الإلهي، يعني هذه النظريات التي سوف نتعرض إليها في نظرية نشأة الدولة، ومفادها أن الله قد فوض حكم الناس وأعطاه السلطة العامة على الأرض. كذلك نشير إلى الدور الفعال، أو الميزة أخرى من مميزات المجتمع الأوروبي، هو الدور الفعال للديانة المسيحية في توثيق العلاقات بين المماليك الأوروبية وتشكيل جماعة أوروبية مسيحية تحت زعامة البابا، الذي ازداد نفوذه وأصبح يعين الأباطرة ويختص بالنظر في النزاعات التي قد تثور بين الملوك. كما أخذت الكنيسة بمبدأ تحريم الحرب استنادا لما جاء به وما جاءت به أحكام الإنجيل، وعليه فقد حاول المسيحيون التوفيق بين نص الإنجيل وضرورات الدولة، فتوصلوا إلى التفرقة بين الحرب المشروعة التي يعلنها الأمير صاحب السلطة العليا ويوجهها ضد شعب ارتكب ظلما نحو شعب آخر، وبين الحرب غير المشروعة، وهي تلك التي توجه بقصد الاعتداء على إقليم معين، وقد اعتبرتها الكنيسة خطيئة دينية. وعلى أي حال نشير إلى أنه قد حاولت الكنيسة منع الحروب نهائيا بين أمراء الدول المسيحية، لكن عندما لم تنجح في تحقيق ذلك اكتفت بتقرير مجموعة من القواعد المتعلقة بالحرب، فإن هذه القواعد تتمثل في مجموعة معايير نذكرها الآن. تمثلت في سلم الرب، وأقر تم تقريرها سنة 1095، ومفادها أو فحواها أنها تتعلق بحياد المنشآت الدينية مثل
المعابد والمدارس الدينية ومختلف أملاك الكنيسة، كذلك حماية الشخصيات الدينية مثل الرهبان، وكذلك بعض فئات المجتمع مثل الشيوخ والنساء والأطفال عند قيام الحرب. كذلك من بين هذه القواعد نجد هدنة الرب، وتم تقريرها عام 1096، وهي تتعلق بوقف الحرب في بعض أيام الأسبوع مثل الفترة الكائنة بين مساء الجمعة وصباح الاثنين من كل أسبوع، وكذلك الأيام التي تصادف الأعياد الدينية لديهم. كذلك تم تقرير التحكيم، والذي يقضي بوجوب محاولة الأمراء المتخاصمين اللجوء إلى التحكيم، وهذا قبل اعتماد الحرب، يعني ترك الحرب كحل أخير في حالة عدم أو استعصاء تحلي المشكل بينهم. كذلك الوساطة، وهي تتم بتدخل طرف محايد لتقريب وجهات نظر بين المتخاصمين. إذا هذا إن كانت الديانة المسيحية قد كان لها دور كبير في إصباغ العلاقات بين المماليك الأوروبية بصبغة التسامح والإخاء، إلا أنه من جهة أخرى كان لسيطرة الدين المسيحي على البلاد الأوروبية آثار سلبية في مجال علاقاتها مع البلاد غير المسيحية، نخص بالذكر الدول أو البلاد الإسلامية، حيث دخلت معها في عدة حروب، يعني وأكبر دليل وأوضح دليل على ذلك هو الحروب الصليبية التي شنتها أوروبا المسيحية على البلاد الإسلامية في المشرق العربي مع مطلع القرن الحادي عشر، وكذلك على بلاد المغرب العربي مع مطلع القرن الخامس عشر. فكل هذه الحروب قد حالت دون قيام علاقات دولية على أسس صحيحة بين أوروبا والشرق لمدة تزيد عن القرنين. يعني كخلاصة نقول أنه بالرغم من أن الديانة المسيحية كانت قائمة على نبذ الحروب وتشجيع المساواة والعدل بين الشعوب والاحترام المتبادل، إلا أن العلاقات الدولية كانت تفسر على أساس ديني مهمشة بذلك مبادئ ومعتقدات الشعوب الأخرى، وذلك من خلال التدخل المستمر في الشؤون الداخلية والخارجية نظرا للنفوذ الروحي والقوي للبابا، مما حال دون تطور القانون الدولي، وبقي هذا النظام سائدا في أوروبا حتى نهاية القرن الخامس عشر ميلادي إثر زوال الإمبراطورية الجرمانية عام 1493، وبالتالي ظهور دول عديدة مستقلة عن بعضها البعض. فيما يتعلق بالمجتمع الإسلامي، نقول بأنه قد ساهمت الحضارة الإسلامية بدورها الكبير في إرساء بعض قواعد القانون الدولي، حيث كرس الإسلام مبادئ عديدة متعلقة بتنظيم الحياة سواء زمن السلم أو زمن الحرب، ومعروفة حاليا بقواعد القانون الدولي الإنسان، يعني فيما يتعلق بقواعد الحرب، ومن بينها مبدأ احترام الكرامة الإنسانية وحرية الأديان المساواة، كما قام على قواعد أخرى لتنظيم العلاقات بين الدولة الإسلامية وباقي الدول الأخرى. فما يمكن أن يقال عن المجتمع الإسلامي في ظل العصر الوسيط أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال إنكار الدور الذي يلعبه أو الذي لعبه العرب في ميدان العلاقات الدولية بدءا من القرن السابع ميلادي، أي ببدء ظهور الإسلام في الجزيرة العربية على صورة رسالة سماوية حملها إلى الإنسانية جمعاء الرسول العربي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وتولى حملها وحمايتها بعده الخلفاء من العرب المسلمين. وعليه فقد شهدت هذه المرحلة ظهور الدين الإسلامي وانتشار أحكامه انتشارا سريعا، ومن ثم ميلاد الدولة الإسلامية سنة 622 ميلادي،
والتي أصبحت فيما بعد أعظم الدول حضارة وأكثرها قوة وازدهارا، وبذلك ظهرت قواعد قانونية دولية تنظم العلاقات بين دولة الإسلام ودول أخرى مثل الدول المسيحية. وقد جاء الإسلام ليؤكد حقيقة أن مصدر الديانات هو مصدره واحد، وأن دعوات الرسل والأنبياء السابقين تصب في خانة واحدة هي وحدانية الله والدعوة إلى الإيمان بكل الأنبياء والرسل السابقين. ويؤكد حقيقة وحدة العالم القائم على الأخوة التي لا يستبعد فيها الفرد لصالح الجماعة، فهي وحدة قائمة على الحرية والعدالة. كما ساهم الفكر الإسلامي كثيرا في تأكيد جملة من مبادئ القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان، نجمعها في جملة المبادئ التي جاء بها الدين الإسلام. إذا هذه المبادئ، من بينها نبدأ عالمية الشريعة الإسلامية. نقول أنه قد جاء الدين الإسلامي بمبادئ إنسانية تصلح لتنظيم حياة الجماعة الدولية، حيث اتسمت بالعالمية من حيث تطبيقها على جميع البشر دون تمييز أو تفضيل، يعني مصداقا لقوله تعالى في سورة النبأ الآية 28 بالضبط: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كذلك قوله تعالى في سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكذلك في سورة أخرى وفي آية أخرى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. كذلك هناك مبدأ آخر، هو مبدأ رسالة الإسلام هي السلام. ومعنى ذلك أو في مصب ذلك أنه إذا طلب جيش العدو المحارب الهدنة من جيش المسلمين وجب إجابته على ذلك، وذلك مراعاة للمصلحة الإنسانية والأمة الإسلامية في إحلال استقرار السلام. ونستدل بقوله تعالى: إن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. كذلك المساواة بين الناس، حيث تؤكد الشريعة الإسلامية أن الإنسانية ذات أصل واحد، ويؤكد الله تعالى أن اختلاف اللغات والألوان لا يمنع من وحدة الإنسانية، بل الأصل هو التقوى التي محلها القلب وتجسدها الأعمال، مصداقا لقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. كذلك نجد حرية العقيدة. حرية العقيدة يعني حيث عمل الإسلام على احترام وصيانة الحرية الدينية للأفراد احتراما كاملا، فمنع إكراه الناس وإجبارهم على التدين بدين الإسلام بالقوة، يعني مصداقا لقوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. كذلك الوفاء بالعهد، ذلك أن تثبيت السلم يتوقف على مدى احترام العقود والعهود والالتزام بها، فالعقد شريعة المتعاقدين، مصداقا لقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. كذلك أن الإسلام هو دين الكرامة الإنسانية، حيث أن الإسلام يكرم الإنسان دون تخصيص جنس أو تفضيل جنس على آخر ولا لون على آخر، ليؤكد أن البشرية أصل واحد، بقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. كذلك أن الإسلام أكد على ضرورة معاملة الرسل بطريقة حسنة، يعني الإسلام ومعاملة الرسل، حيث حث الإسلام على حسن معاملة الرسل المفاوضين والاستماع إليهم واحترامهم وتحمل تجاوزاتهم أو تعسفهم. يعني هنا نشير إلى أنه قد وقعت واقعة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، أين قلل الاحترام له أحد الرسل المبعوثين له، فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه: لولا أنك رسول أي مبعوث لقتلتك.
كذلك نشير إلى مبدأ آخر هو مبدأ حرية الأديان، ومن ذلك تأمين حرية نشر الدعوة الإسلامية. فالهدف من الفتوحات هو توصيل الدعوة أو دعوة الحق إلى غير المسلمين بأحسن الطرق والأساليب، يعني ولم تكن أبدا الأهداف اقتصادية لسبب الجفاف أو الجوع في شبه الجزيرة العربية. كذلك أكد الإسلام على مبدأ على احترام مبادئ الحرب، ويتضح ذلك من خلال وصية الرسول عليه وسلم: انطلقوا بسم الله وعلى بركة الله، لا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذا فيما يتعلق بمجموعة المبادئ التي جاء بها المجتمع الإسلامي، وأن تبقى هناك مبادئ كثيرة لا يسع الوقت ولا المكان من أجل ذكرها. نشير الآن إلى تقسيم المجتمع الدولي في الفقه الإسلامي. فالإسلام أو للإسلام نظرة متميزة للعلاقات الدولية، لأنه لا يعترف بانقسام العالم لدول ذات سيادة، وإنما الإسلام يهدف إلى توحيد المسلمين كافة بقواعد تحكمهم أحكام الشريعة الإسلامية. وعلى هذا الأساس قسم الفقه الإسلامي المجتمع الدولي إلى 3 أقسام، هي كل من دار الإسلام ودار العهد ودار الحد. ففيما يتعلق بدار الإسلام، فإنه يقصد بها مجموع الأقاليم والأقطار التي للمسلمين عليها ولاية، بمعنى آخر الأراضي التي يحكمها المسلمون ويطبقون فيها أحكام الشريعة الإسلامية بلا منازع في جميع القضايا التي تتعلق بالنظام العام، يعني كالمسائل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وإن هذا لا يمنع، يعني هذه القاعدة لا تمنع من تطبيق أحكام شريعة أخرى غير الشريعة الإسلامية، يعني في القضايا التي لها علاقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين. لأنه أو لماذا؟ لأنه قد يعيش على أرض الإسلام أو في دار الإسلام، يعني إلى جانب المسلمين، أشخاص آخرين غير مسلمين، يعني وهما صنفان، يعني هما أهل الذمة وهم المستأمنون أو المستأمنون. إذا فيما يتعلق بأهل الذمة، يعني وهم غير المسلمين الذين قابلوا العيش في الدولة الإسلامية والتبعية لدار الإسلام بموجب عقد سمي عقد ذمة. فالذميون هم أهل الكتاب، يعني هم اليهود والنصارى الذين فضلوا الاحتفاظ بديانتهم ولكن العيش تحت رعاية الحكم الإسلامي في أمان. وبذلك فهم يشكلون جزء من المجتمع الإسلامي، حيث يتمتعون بكامل الحقوق التي يتمتع بها المسلم من رعاية وحماية وضمان الحرية الدينية لهم، ولكن مقابل دفع ضريبة مالية يطلق عليها تسمية الجزية. يعني وهذه الجزية هي ليست عبارة عن تمييز الذميون أو أهل الذمة عن المسلمون، لا، يعني ما كانش هنا عدم مساواة، وإنما مسألة فرض الجزية على الذميين فإنها تقابلها فكرة الزكاة المفروضة على المسلمين، لأن كلا الصنفين أي المسلمون والذميون يستدلون براية واحدة ويتمتعون بمرافق دولة واحدة، يعني المسلمون يدفعون زكاة والذميون يدفعون الجزية لقاء حمايتهم وتمتعهم بمرافق الدولة الإسلامية. أما المستأمنون فهو غير المسلم التابع لدولة غير مسلم، يعني هو غير مسلم وغير تابع للدولة المسلمة، والذي يطلب من هذه الأخيرة الأمان عندما يدخل إلى إقليمها.
فالمستأمن هو أجنبي خلافا للذمي الذي هو مواطن في الدولة الإسلامية. كذلك نجد دار العهد، وهي تمثل الأقاليم التي لا تخضع لحكم المسلمين وليس للمسلمين فيها حكم، لكن لها عهد أو عقد محترم بين المسلمين أو مع المسلمين على أساس إقرار حقوق معينة مقابل تحمل واجبات. يعني هناك اتفاقية أو عهد يجمع بين المسلمين وغير المسلمين، إذن وعليه يمكن أن نوجز بعض الواجبات والحقوق المتمتعين بها. فمثلا واجبات دار الإسلام تجاه دار العهد تتمثل في واجب الدفاع عن العهد وضد أي عدوان عليها، كذلك ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية للمتعاهدين، يعني كلاهما لهم شعائرهم الدينية والحرية في ممارستها. كذلك من الجنود المسلمين المتواجدين في دار العهد يمنعون من الاعتداء على الحرمات أو على الأشخاص المعاهدين وعلى أموالهم. كذلك ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدار العهد. ومن بين واجبات دار العهد تجاه دار الإسلام، يعني العكس الآن، هو ضرورة دفع مبلغ من المال مقابل حماية المسلمين لهم. كذلك عدم شن أي عدوان تجاه دار الإسلام أو الاشتراك مع الغير في العدوان مع المسلم أو على المسلمين. وكذلك السماح للمسلمين بنشر الدعوة الإسلامية في أراضي، يعني في أراضي دار العهد. فيما يتعلق بالعنصر الأخير وهو دار الحرب، فهي تلك الأقاليم التي لا يأمن فيها المسلم على دينه ونفسه وماله وعرضه، ولا تقام فيها شعائر الإسلام ولا تنفذ فيها شرائعه. يعني في الأخير نقول بأنه قد ساهم الإسلام في إرساء وإثراء أحكام وقواعد القانون الدولي بصفة عامة، وهذا من خلال مميزات والخصائص أو خصائص قواعده والتي تتجلى خاصة في العالمية والشمولية والإنسانية في تنظيم علاقات الدول الإسلامية مع غيرها من الدول الغير إسلامية، والتي هي الآن مدونة ومعترف بها في جل المعاهدات الدولية والمواثيق الدولية التي تحكم القانون الدولي العام أو تنظم أعضاء المجتمع الدولي.